صباح الخير عليكم، أهلا بيكم معانا. معاكم إيمان عبد الجابر، رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني في وزارة الشباب والرياضة. إحنا النهاردة طبعا معاكم علشان نعرف الناس بدور وزارة الشباب والرياضة في تعزيز المشاركة السياسية والوعي السياسي للمواطن على مستوى في جمهورية مصر العربية، على مستوى المحافظات وكل الأعمار ومش بس الشباب. إحنا طبعا وزارة الشباب والرياضة من فترة وهي عاملة الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية. طبعا الحمد لله قدرنا نوصل لكل المحافظات وقدرنا نوصل لكل المستويات، سواء شباب سواء طلايع، سواء مرأة، سواء ذوي احتياجات خاصة، على مستوى المحافظات كلها. مش عايزة أقول لحضرتك إن طبعا كنت قبل ما التصوير وإحنا بنتكلم والشباب اللي موجودين معايا بيتكلموا إن هم جايين من العزب والنجوع والكرة على مستوى الجمهورية. قدرنا إن إحنا الحمد لله نوصل لهم ونغير يعني فكر الشباب ونحسهم على المشاركة السياسية، وخصوصا في الاستحقاق الرئاسي الفترة القادمة إن شاء الله. بنأكد على جزء مهم جدا، إن إحنا مش بندعم أو بنتكلم عن مرشح بعينه، ولكن إحنا بنتكلم على حس الشباب والمواطن على إن هو ينزل ويشارك وصوته يوصل، وصوته بالفعل يفرق مع في الانتخابات اللي جاية إن شاء الله. لو حرك أكيد إحنا الجهود دي ربنا يعني يسهل، وده يبان في الاستحقاق الرئاسي فعلا، إن كل الجهود دي فعلا جابت نتيجة. وإحنا من خلال تعاملنا مع الشباب والحوارات اللي بتحصل مع الشباب، لا طبعا الدنيا اتغيرت خالص، والشباب اللي كان بيوصل له أو في ناس مسممة أفكاره إن هي خلصانة وإن صوته يعني مش هيفرق وما تنزلش وما تعملش أو انزل ابطل صوتك او الكلام ده، لا هو الموضوع بقى اختلف تماما. الحمد لله احنا في مختصين في الجزء السياسي، وخصوصا كمان احنا بنجيب طبعا سادة مستشارين اجلاء من الهيئة الوطنية للانتخابات بتشرح للشباب مدى اهمية ان هو ينزل ويشارك ويبقى ليه صوت في الانتخاب، وكمان متخصصين في الحقوق السياسية اللي بتشرح للشباب ليه هو عنده حق، القانون اداله كل الحقوق السياسية اللي هو لازم واجب عليه ان هو يمارس الحقوق السياسية دي وينزل ينتخب ويبقى ليه صوت في الانتخابات. الشباب حست ان هي بصوتها ده هتقدر ان هي ترسم مستقبلها، تغير مصيرها، ان هي تحافظ على المكتسبات اللي مصر النهاردة فيها. الشباب لو ما نزلش او ما شاركش ما يلومش الا نفسه ان هو السلبيه اللي هو فيها، لازم يكون ليه دور وليه تاثير في الفتره اللي جايه، وده بان جزء منه في فتره التوكيلات. التوكيلات 60% منها اتعملت، لما الاحصائيه اللي اتعملت على التوكيلات لقينا 60% من اللي عملوا التوكيلات هم سن الشباب، واحنا مش مركزين برضو زي ما قلت في بدايه كلامي على الشباب بس، الا ان احنا طبعا دور المراه مهم جدا. المراه مش زي ما بيقول او المقوله السائده هي نص المجتمع، انا بشوف ان المراه هي كل المجتمع. المراه هي اللي بتقدر تاثر على البيت كله ان هو ينزل ويشارك ويغير افكاره. طبعا كمان ما نسيناش اخواتنا من ذوي الاحتياجات الخاصه، عملنا طبعا مؤتمرات كتير ومذكرة بروتوكول تعاون بيننا وبين المجلس القومي أو المجلس الأعلى لذوي الاحتياجات الخاصة اللي شاركوا معنا، وأنا بشكرهم إن هم تواجدوا معنا في الفترة اللي فاتت في مباشرة الحقوق السياسية. طبعا يعني كل من شارك معنا في الفترة اللي فاتت وكل الناس اللي دعمت الحملة وكل الناس
الناس اللي ساعدت في تنفيذ الحملة أنا بشكرهم جدا، والإعلام كمان اللي هو حضراتكم، وإن كنتوا سلطتوا الضوء على دور الوزارة في الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية، أنا بشكركم جدا. أي مجهود بيتعمل من غير ما حد يشوفه طبعا أكيد ما بيوصلش للناس. الأكبر أو الحاجة الأحسن إن يبقى في تسليط ضوء على الجهود دي طبعا، وإحنا بنشكر كلكم إن أنتوا موجودين معانا، مش بس حضراتكم، لا جميع القنوات اللي سلطت الضوء على دور الوزارة في الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية. احنا الحمد لله يعني توفيق ربنا ومساعدة السادة مديري مديريات الشباب والرياضة في المحافظات قدرنا نوصل للشباب في الأقاليم وللمرأة في الأقاليم ولكل الشعب المصري اللي هو موجود، وإخواتنا وأهالينا اللي موجودين في القرى والنجوع والعزب اللي احنا وصلنا لهم. بالفعل الموضوع اختلف تماما. طبعا حضراتكم عارفين ان الفترة السابقة طبعا اللي كان فيها طبعا يعني توتر شوية في الدولة كان بادئ من القرى والأقاليم دي. احنا دورنا ان احنا نوصل للناس دي، ما نسيبهاش فريسة لأي حد يغير أفكارهم أو يسبب أفكارهم. الحمد لله كان لينا دور كويس جدا. قبل التصوير كان معانا بعض الشباب اللي كان بيتكلم معانا وكان في حوار مع حضراتكم قبل التصوير، بيقول ان هو جاي من عزبة تعتبر هي السلمة الأولى كده في ترتيب من عزبة لحد لما نوصل لمدينة لمحافظة لكذا. الشباب دي موجودة معنا وموجودين معنا النهاردة وهيتكلموا مع حضراتكم هم ازاي كانوا وازاي بقوا، افكارهم اتغيرت ازاي وقناعاتهم اتغيرت ازاي، وحتى هم يمكن اكتر ناس بتساعدنا في ان هم ينشروا وعي، وبالفعل احنا معتمدين عليهم اعتماد كبير جدا ان هم يغيروا افكار اقرانهم او اهاليهم اللي موجودين في البيئة المحيطة ليهم. هم الشباب ده اللي بالفعل وزارة الشباب والرياضة يعني عملت مجهود كبير علشان توصل لهم وعلشان يبقوا معانا موجودين كمدربين وكسفراء لوزارة الشباب والرياضة، ان هم ينقلوا الرؤية دي ورؤية الدولة عموما اللي هي لازم يبقى احنا لينا في الديمقراطية اللي الدولة كفلتها لنا، احنا ما نسيبش حقنا ده ولازم ننزل كلنا في الانتخابات. انا مصطفى طه مهندس اتصالات وعضو برلمان شباب مصر وعضو مجلس ادارة مجلس شباب الساحل. الصراحة انا شايف دور الشباب دور مهم جدا، نظرا ان هم عدد كبير جدا من المصريين هم من فئة الشباب، لذلك بشكل او باخر هم صناع القرار، لان بطولتهم وبوجودهم هم اللي يقدروا يقولوا اللي هم شايفينه صالح ليهم. لذلك احنا شايفين وزارة الشباب والرياضة بتعمل مجهود ضخم جدا في عقد بخمس رئاسات عبد الفتاح السيسي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي في تأهيل الشباب في المشاركة السياسية عن طريق برلمان الصلاقة وبرلمان الشباب وبرلمان مجلس الشيوخ. الصراحة أنا شايف الفترة دي الاهتمام بالأشخاص ذو الإعاقة مختلف تماما، وده بفضل دعم ومساندة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأشخاص ذو الإعاقة، واحنا شفنا ده كتير جدا على مدار الفترة اللي فاتت، وحاليا احنا بنشوفه دلوقتي عن طريق دور وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مجلس التعاون للأشخاص ذو الإعاقة عن طريق انطلاق حملة التعاونية لتعزيز المشاركة السياسية تحت شعار سيارة التلمة تلمتها. وشفنا ده في الحملة دي هي على مدار الأيام اللي فاتت وشغالة دلوقتي في 27 محافظة، وشفنا إن هم مهتمين جدا بجميع فئات الأشخاص ذو الإعاقة عن طريق توفير الإتاحة المؤسسية والمعلوماتية، وده معناه إن لو في شخص عنده إعاقة حركية يقدر يوصل للمتاهم بسهولة، ولو شخص عنده إعاقة حسية بصرية سمعية فموجود مترجم نور إشارة علشان يترجم للشخص الأصم للصم وضعف السمع، وموجود توفير إتاحة معلوماتية عن طريق برايل للإعاقة البصرية، وفي تعاون بشكل كبير جدا ما بين وزارة الشباب والمجلس التعاوني فيما بعد
علشان نقدر نساعد في دورنا وحقنا الدستوري الانتخابي في الانتخابات المقبلة. وده احنا شفنا الدعم والتمتين والتأهيل والاهتمام الكبير جدا في عقد خامس رئاسة عبد الفتاح السيسي، وده ما شفناهوش قبل كده. والصراحة احنا بنستهدف بشكل مباشر 10 مليون من الأشخاص ذو الإعاقة، جميع فئات الإعاقة هم أكثر من 10 مليون، ولكن بشكل غير مباشر موجود الأهالي للأشخاص ذو الإعاقة، موجود زمايلهم، موجود المرافقين. فإحنا لينا تأثير كبير جدا في الانتخابات دي. أنا حابب أوصل رسالة لجميع زملائي من الأشخاص ذو الإعاقة، أنا عايز تشارك، أنت مؤثر، صوتك مهم، بوجودك وصوتك هنقدر نحقق تأثير حقيقي في الفترة دي والفترة اللي بعدها. وما تقلقش، مفيش أي حاجة هتقف قدامك. أول ما توصل للجنة الانتخابية هتلاقي جميع وسائل الإتاحة موجودة، سواء إتاحة مؤسسية أو سواء إتاحة معلوماتية. فشارك، صوتك مهم، دي أمانة ولازم نأديها، ومع بعضنا نقدر نكون لينا تأثير حقيقي في المجتمع. احنا محمود خميس، عضو بحمل بشبابها وعضو برلماني. احنا عملنا كوزارة عملنا حملتين، حملة المشاركة شارك برأيك وحملة بشبابها على حوالي 27 محافظة. زلنا حوالي 347 إيفنت لتعزيز الشباب على المشاركة السياسية، بننموهم على المشاركة السياسية وإزاي يعرفوا يشاركوا، إزاي يعرفوا يشاركوا في الحياة السياسية، وإزاي يبقى ليهم دور، وإزاي يبقى ليهم رأي. وحملة بشباب اشتغلنا على جميع المحافظات والمراكز والمدن والقرى اللي موجودة جوه المراكز. موضوع الانتخابات الرئاسية، إزاي الشباب تعرف تحشد، وإزاي يبقى ليها دور، وإزاي يبقى ليهم كلمة في موضوع الانتخابات، وإنهم ليهم رأي سياسي فيه. وبما أشار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الشباب هم ركيزة الحاضر والمستقبل وليهم دور أساسي في المستقبل، وأنا شايف إن موضوع الحشد أكتر مما يمكن، أكتر من الفترة الأولانية، عشان خاطر الفترة ديت بما فيها أهمية أكتر للشباب، وإن هم بيحشدوا دعم كامل للشباب على الفترة، وبقى ليهم دور، الشباب بقى ليها فرصتها، وشايفة فرصتها أكتر من الأول كدور سياسي ودور مركزي في الأمناء، وبقى لهم دور اكتر في الوزارات، وبقت كذا حاجه مفتوحه لهم وبيقدروا يعتمدوا على نفسهم فيها كتاهيل، ومفتوحه لهم كذا حاجه من التاهيلات في وزاره الشباب. وكالوزاره قايمه بدعم كبير جدا للشباب، بتقدر تخلي الشباب تنمو من نفسها وتدعم، واحنا كشباب قمنا بدعم الشباب عشان يقدروا ينموا في الفتره الجايه في الحشد للرئاسه. لسه الطبقي عضو نموذج محاكاه مجلس الشيوخ فردي محافظه الشرقيه. نتكلم النهارده مع حضراتكم عن تعزيز المشاركة السياسية. طبعا حضراتكم وعارفين ان احنا عندنا العدد الاكبر من التشكيل السكاني او الكتلة السكانية في مصر هم شباب النسبة الاكبر. مشاركة الشباب في العملية السياسية بينعكس في كافة جوانب الحياة، سواء اذا كانت اقتصادية او اجتماعية، وده بيدل المشاركة الايجابية والمشاركة بقوة، بيدل ان الدولة قوية. عدم المشاركة بيدي انطباع ان في عزوف من الشباب او احباط تجاه دولته، وبالتالي بيأثر تأثير سلبي في كافة الجوانب والقطاعات، وده بيدي للكيانات السياسية ان هي تظهر بقوة. حتى يعني لو كانت الكيانات السياسية ناجحة فلابد ان تشكل من الشباب وتواجد الشباب فيها، ده شيء مهم واساسي. طبعا بخصوص المشاركة في الأقاليم، هل بتختلف عن المدن أو لا؟ خلينا أقول لحضراتكم أن المشاركة في الأقاليم وفي القرى والكفور والنجوع في ريف مصر، الناس هناك والشباب يتمتع بحس وطني عالي جدا. لدينا إقبال كثيف وكبير على الانتخابات بكافة أنواعها، سواء كانت انتخابات برلمانية أو شيوخ أو انتخابات رئاسية، حتى وفي الاستفتاءات اللي بتتم الناس عندها وعي وتواجد، وعارفين ان كلمتهم ليها ثمن،
الكلمه ليها ثمن، الشباب عارف ان كلمته ليها ثمن، كلمه معنى ان هو يقول كلمته ويقول رايه، ان هو موجود من حقه ان هو يبدي رايه في الانتخابات، وبالتالي من حقه ان هو بعد الانتخابات ان هو يبدي رايه في اللي نجح سواء في برلمان نواب او شيوخ او رئاسه، ان هو يعترض ويبدي رايه موجود وبقوه. احنا بكلم حضرتك وانا جاي من قريه من محافظه الشرقيه، موجود مع حضراتكم، ده بيدي انطباع ان الشباب في القرى وفي النجوع وفي الكفور موجود وبقوه وعنده حس وطني وفاهم وواعي حجم مشاركته، لازم يشارك ولازم يتواجد عشان خاطر بلده وعشان خاطر وطنه، وده طبعا باذن الله هينعكس في الانتخابات الرئاسيه اللي جايه. هو كان موجود طبعا في الانتخابات اللي فاتت، وده حضراتكم هتشوفوه رؤيه العين في الانتخابات الرئاسيه اللي جايه، وباذن الله يعني نتقابل بعد الانتخابات ونحقق اعداد كبيره وبكثافه واقبال كبير على الصناديق. خلينا اقول لحضرتك برضو ان مشاركه الشباب في الانتخابات ده ليه اهميه، ليه الاهميه بتاعته كبيره، لان الشباب العدد الاكبر، يعني يكاد الشباب يمثل نسبه 65% من تعداد السكان داخل جمهوريه مصر العربيه، وبالتالي وجود الشباب في الانتخابات ده بيؤدي للزخم وبيظهر الصوره الايجابيه، عزوف الشباب عن الانتخابات ده بيؤدي ان الصوره بتظهر يعني خلينا نقول صعبه وسيئه، وبالتالي لابد من تواجد الشباب في الانتخابات وخصوصا الانتخابات الرئاسيه القادمه وبقوه. انزل قول رايك، لازم يكون ليك راي في بلدك في ظل الظروف الراهنه، لازم ننزل، لازم يكون عندنا وعي، عندنا ثقافه ان انا رايي بيفرق. فكره ان انت تعتقد ان انت كشاب رايك ملوش اهميه ده فكر خاطئ جدا. حضرتك رايك له اهميه، حتى لو كنت فرد لازم تقول رايك وبقوه، تنزل تقول رايك، ومش رايك لوحده، لازم يكون عندك الحماس وعندك القدره والطموح ان انت تشجع الشباب في نطاقك سواء كان قريه او مدينه ان هم ينزلوا يقولوا برايهم لبلدهم. رايك ليه اهميه واهميه كبيره جدا. السلام عليكم، انا اسامه الصياد، مدير اداره برلمان الشباب والتنميه السياسيه بوزاره الشباب والرياضه، الاداره المركزيه للبرلمان والتعليم المدني. احنا دور الوزاره في تعزيز المشاركه السياسيه في الانتخابات الرئاسيه القادمه، منذ اعلان الهيئه الوطنيه للانتخابات عن المواعيد والتوقيتات الخاصه بالانتخابات الرئاسيه، كان وجه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه توجيهاته، عملنا حمله عمل حمله قوميه لتعزيز المشاركه السياسيه للانتخابات الرئاسيه القادمه، وتم اعداد خطه شامله تجمع جميع نواحي الجوانب الشبابيه. تضمنت الحمله عندنا مجموعه من النواحي، كان اول حاجه فيها عملنا 170 لقاء على مستوى جميع المحافظات بمشاركة جميع فئات الشباب في المجتمع، في نزلنا الإدارات الفرعية، نزلنا مراكز الشباب، وصل عدد المستفيدين في هذه اللقاءات إلى ما يقرب من 65,000 مستفيد في هذه اللقاءات. بس ما وقفناش عند كده، كل مراكز الشباب، كان تاني حاجة عملناها كل مراكز الشباب أسوار مراكز الشباب اللي موجودة علقنا فيها لافتات لحث المواطنين على المشاركة السياسية والرواد مراكز الشباب إن هم ينزلوا ويشاركوا في الانتخابات الرئاسية القادمة بما يقرب من 4,000 لافتة في 4,000 مركز شباب. بس ما اكتفناش بكده، الوزارة ما وقفتش عن الحد الشبابي فقط، فدخلنا على جانب الأشخاص ذو الإعاقة بالتعاون مع المجلس القومي الأشخاص ذو الإعاقة، عملنا بما يقرب 27 لقاء في جميع المحافظات، في منها اللي خلص وفي لسه منها اللي لسه شغال. كانت الأشخاص ذو الإعاقة وزويهم لحس زويهم معهم والأشخاص المرافقة فيهم مشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، كان وصل عدد مشاركين في هذه اللقاءات بما يقرب من 3,000 مشارك يعني. بس عندنا كمان في كمان تضمن الحملة كمان في هننزل نعمل توعية داخل محطات المترو ومحطات السكة الحديد الرئاسية بالتعاون مع وزارة النقل إن شاء الله من خلال مطوعي وزارة الشباب والرياضة. بس احنا مش هنستكتفي بالدور اللي احنا قمنا بيه لحد الفتره كده، لا، هيبقى في دور للوزاره والشباب متواجدين خلال فتره التصويت في العمليه الانتخابيه من خلال شباب الوزاره، برلمان شباب مصر، برلمان الشيوخ، جميع فئات الشباب هينزلوا امام المقرات الانتخابيه لتسهيل دخول الناخبين للمقرات للجان. وهنقوم تاني كمان هيكون في ناس بتساعد الناس للحصول على ارقامها داخل الدفاتر التصويت فالمقرات الانتخابية.
وشعار حملتنا كلها يعني في البداية كده هو شارك الكلمة كلمتك. فأنا بدعو شباب مصر كلهم للمشاركة والنزول في انتخابات الرئاسية القادمة، لأن دورهم دور كبير ولهم تأثير كبير، هم يمثلون أكبر فئة موجودة في المجتمع. فللتحقيق إنجاز الإنجاز اللي عملته الدولة مش هيكمل إلا بمشاركتهم ووجودهم معنا إن شاء الله. احنا الحمد لله الحملة قدرت توصل للشباب في كل الأماكن، مراكز شباب، أندية، مدارس، جامعات، كمان عاملين مع المترو، بنعمل طبعا توعية للناس في المترو وتوعية للناس في القطارات مع وزارة النقل ومع يعني الهيئة الخاصة بالمترو، بنعمل التوعية فيها. قدرنا نوصل طبعا الحمد لله مع المجلس القومي للمرأة لكل السيدات في التجمعات الخاصة بالسيدات، زي ما قلت في بداية كلامي، مع المجلس الأعلى لذوي الإعاقة قدرنا نوصل لشبابنا وأهالينا ذوي الإعاقة، إخواتنا. أنا عايزة أقول كمان أن الهيئة الوطنية للانتخابات طبعا بجهودها اللي أفادتنا بالمعلومات عنها، أن هم السنة دي الحمد لله عاملين جهود كبيرة جدا في لوجستيات كتير تسهل على أهالينا ذوي الإعاقة أن هم إزاي يقدروا يدلوا بصوتهم، زي مثلا عملوا حاجة زي طريقة برايل، عاملين إن شاء الله هيبقى في اللجان حاجة خاصة بذوي الناس ضعاف السمع والصم والبكمة، عاملين لهم زي إشارات إزاي هو يدخل. في أولادنا من المتطوعين إحنا مجهزينهم علشان يكونوا موجودين في اللجان علشان يقدروا يساعدوا في توصيل مثلا حد معاق ليتدخلوا اللجنة. طبعا هم ما لهمش علاقة بالرأي اللي بيقوله أو بيأثر على رأيه، ولكن هو مجرد أنه بيساعد بس. دي تعتبر يعني إحنا بنقول وصلنا للأزهر، وصلنا للكنيسة، ما خليناش يعني أي مجال إلا لما كنا متواجدين فيه. متوقعين إن شاء الله أن ده يكون نتاجه كويس جدا في الفترة اللي جاية في الانتخابات. دايما بيقولوا عزوف الشباب عن المشاركة السياسية، إحنا خدنا التحدي ده على عاتقنا كوزارة الشباب والرياضة، إن شاء الله هيكون العدد الأكبر اللي هيشارك وينزل ويدلي بصوته في الانتخاب هو الشباب. وبنكرر تاني، إحنا مش بنقول لأي شاب انزل انتخب شخص بعينه، ولكن إحنا كل هدفنا إن هو ينزل ويبقى ليه صوت ويمارس حقوقه السياسية، ما يبقاش سلبي، ما يبقاش متفرج، لازم يبقى ليه يستخدم كل الحقوق اللي القانون والدستور كفلها له. بنحاول دايما مش بس في موضوع الانتخابات، فعموما يعني إن الشاب ما يبقاش شاب سلبي، يكون ليه أثر. احنا يعني شعارنا دايما كن قياديا، كن مؤثرا، ما يكونش شخص سلبي أبدا.